خلافا للسنوات الماضية، شوارع الأحياء الشعبية بالعاصمة بلا قمامة ولا جلود أضاحي، فبرنامج مؤسسة ناتكوم للنظافة جعلها تبدو في هذه الصور. برنامج بيئة سليمة لناتكوم تجندت له مختلف الوحدات في عيد الأضحى المبارك بهدف رفع القمامة والمحافظة على المحيط. عملية هذه خلاص أنا درنا أنا في شغل أنا نطوره في البرنامج كل عام نطوره باش على جا المواطن باش يسيب راحته وخلاص. مواطنون في حي باب الوادي الشعبي استحسنوا المبادرة وثمنوها، خاصة وأن الجهة باشرت عملها من أول أيام العيد لكي لا تبقى مخلفات الذبح على قارعة الأرصفة. ما شاء الله هذا العام الله يبارك ماشي كيما العوام اللي فاتوا. النقاء ما شاء الله جاز لاباس، العيد جاز ما شاء الله. جا البارح كلش تنرفد اخويا العزيز، البارح كل حاجه تنرفدت وما شاء الله يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. انا البارح نقاو دعوه مليح داو بيان، رفدوا كلش كيما يقول لك السيد والحمد لله الله يدومها دائما هكذا. تزهد ارجي هذه بكري كنا نقولوا ارجي لا بلانش. وهنا في أحياء بلدية الحراش الصورة مماثلة، حاوية النفايات فارغة ونظيفة بفضل برنامج أعوان النظافة الذين قضوا الليل كاملا في عملية التطهير والتنظيف. من لهنا اون جينيرال حراش بدات لا بلاصات لا فيل لهنا لا باز عواشر عياد هكا مناسبة توجور ينقيو يعني زيادة تكون زيادة. داير سمعنا في التلفزيون باللي كيما هذوك الهيدورات ايتو لازم نديروا لهم لازم نرفدوهم لو جور مام. احنا واش درنا لهم؟ انا كيما انا بيرسونيلمون شرينا لهم شويه ملح فرشناهم لو طون لي نشفوا شويه اون بالي دون ان ساشي ساك بوبل، ومن بعد غير جاو ميم با جوه 10:30 جاو هيا رفدوهم وراحوا. مواطنون يرون في حمله النظافه رساله توعويه وجب الحفاظ عنها بعد مقرنها بالمناسبات. قلت لك الوعي زاد، هي كلش مبني على المواطن. المواطن هو كلش يا خويا اللي ينقي المحيط تاعو ينقي المحيط خارج المحيط تاعو تولي حومه تولي بلديه تولي ولايه تولي بلاد. العمليه تاع التنظيف هي عمليه متكامله يشترك فيها مؤسسه التنظيف، مؤسسه التوعيه، مؤسسه التعليم كذا 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 كذا، مجموعه من العوامل اذا اجتمعت راح تحقق لنا مدينه نظيفه. تبقى جماليه المكان ونظافته مقرونه بوعي ومدى اهتمام المواطن بذلك بعيدا عن البرامج المؤسساتية والمناسبات الدينية لتكون شوارع الجزائر البيضاء في حلتها البيئية.